سأقضي نهار اليوم أو جزءا كبيرا من نهار اليوم في جزيرة كانت ولسنين أحد سجون العاصمة السويدية، كما سأزور المكتبة العامة التي تحوي أكثر من 2 مليون كتاب وأكثر من 2.5 مليون شريط وكتب سمعية وأسطوانات موسيقية. هيا بنا. تتشكل العاصمة السويدية ستوكهولم من 14 جزيرة تدعى أرخبيل ستوكهولم. من أهم تلك الجزر جزيرة لونغ هولمن التي كانت حتى قبل 4 عقود تحوي سجن ستوكهولم المركزي، واليوم هي من أكثر الأماكن زيارة للتمتع بالمشي في الطبيعة الخضراء الخلابة وتناول وجبات خفيفة على ضفاف الجزيرة الهادئة. أنصح بزيارة هذا الفندق السجن كما يسمى هنا، إذ تم تحويل جزء من غرف الإيقاف إلى غرف فندقية مع الحفاظ على تصاميمها القديمة أي شبيهة بغرف السجون، وتم تحويل قسم من المبنى إلى متحف يقصده زائرو الجزيرة. تعد مكتبة ستوكهولم العامة من معالم العاصمة الأكثر شهرة، تحوي على أكثر من 2 مليون كتاب لأكثر من 100 لغة، وإذا أردت استعارة شيء من المكتبة تحتاج إلى بطاقة المكتبة وهي مجانية. بواسطة هذه البطاقة تمكنك استعارة كتب إلكترونية وأفلام وموسيقى ومقالات من الصحف مباشرة عبر الإنترنت. الجيد في الأمر أنه يمكنك عزيزي السائح استحاب أطفالك إلى هذه المكتبة، إذ يوجد قسم خاص بهم يقدم نشاطات عدة كالمسرح ومشاهدة الأفلام والأشغال اليدوية طوال العام، وكما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ليث بزاري، العربية، ستوكهولم، السويد.